يقول السائل، يقول: نظرا للحمل الفاسد الذي تعاني منه زوجتي، يقول: بعد شهرين من بدايته قال الطبيب لنا إن الجنين غير مكتمل وليس له قلب، وطلب منا هذا الطبيب أن نستعمل دواء لإسقاطه، يقول: هل يجوز لنا ذلك؟ لازم تشاور لجنة طبية، ما تقتصر على طبيب واحد، يعرض هذا على لجنة طبية. نعم.